ودائما لاحظوا يا شباب، لا تحاولوا أن تنفردوا بالفهم الجديد من عند أنفسكم، لا في فهم الآيات ولا الأحاديث ولا الآثار المنقولة من الصحابة والتابعين. انظروا فهم من كان قبلكم من الصحابة والعلماء والأئمة كيف فهموا، حتى تفهموا كما فهموا وتنهجوا منهجهم. أما كون طالب علم صغير مثلي ومثلكم اليوم يريد أن يفهم من عنده فهما جديدا فيدعو الناس إلى هذا الفهم قبل أن يبحث هل مفهوم هذا صحيح له أصل أم لا، أو يتعمد أن يأتي بمفهوم جديد، كما يقول البوطي كما قلنا في الدرس، إذا كان الإمام مالك في وقته يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يقول إذا كان يسع الإمام مالك في وقته أن يقول هذا الكلام فاليوم لا يسعنا هذا القول. إذن لنا مفهوم جديد ومنهج جديد وتصور جديد، هذا الذي لا يجوز، هذا معناه الانفصال عن السلف. ومن انفصل عن سلف هذه الأمة في فهمه وتصوره وعقيدته يضل، لأن تلك الأمة شهد لها الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام أنهم على الخير وعلى الحق، وكل خير فيما قالوه وفيما فعلوا وفيما اعتقدوه، وما خالف ما كان عليه السلف فهو كله شر، ما خالف وما وافق فهو خير. لذلك نصيحتي لشبابنا عدم التسرع بالمفاهيم الجديدة، سواء كانت من عند أنفسكم أو من المؤلفين الجدد، ينبغي أن تعرضوا المفاهيم الجديدة على المفاهيم القديمة لتقارنوا بين المفهوم.